اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على شاشة قناة الإبداع. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7، واكيد ان شاء الله جلبنا معنا اكيد الكثير من المواضيع والفعاليات اللي صارت في امارات دولتنا الحبيبه واماره البديره على وجه الخصوص. نمسي عليكم بالخير ومسي على زميلتي سهام، حياك الله يا سهام. يسعد لي مساك علي ويسعد لي مساكم مشاهدين، مثل ما عودناكم على الاخبار المتنوعه وبرنامجكم المتميز اللي دوم يطلع عليكم من الاحد للخميس المحمل بالاخبار المنوعه الخاصه في دوله الامارات سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. طبعا علي ومشاهدين، دولة الإمارات تحتفل بعرس أو بتجهيزات عرس وطني انتخابي. نعم. حيث تشارك أو تشارك المواطن في. نعم. هذا العرس. صحيح، طبعا هذا التمكين السياسي اللي. نعم. يشهد شعب دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل القيادة الرشيدة في المساهمة باتخاذ بعض القرارات. نعم. في طبعا من بصوت الشعب عن طريق طبعا المنتخبين في دائرة اتخاذ القرار. نعم. في السلطة العليا، وهذا الموضوع طبعا يخص كل مواطن في. نعم. هذه في الدولة الإمارات الحبيبة. نعم. أفادت طبعا اللجنة الوطنية للانتخابات بأن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطابه بمناسبة اليوم الوطني 34 للاتحاد عام 2005 يعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاما وتفعيل طبعا دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلسا أكبر قدرة وفعالية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ طبعا من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم. وتحدثت اللجنة عن إنجازات برنامج التمكين، لافتة إلى أنه انطلق مع خطاب رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني 34 حول برنامج تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، تلاها قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 3 لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية متكاملة. نعم علي، وقالت اللجنة مشاهدين في عام 2006 استحدثت الحكومة وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي تبعها قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006 كذلك في ذات الشأن، ثم إجراء أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي في عام 2016. ولفتت إلى أن التمكين تواصل بقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم 2 لسنة 2011 في ذات الشأن، والذي نص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثانية 2011 9 في قاعدة المشاركة الشعبية، بزيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من 100 مضاعفة إلى 300 مضاعفة عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، والذي بلغ 105,530 مواطنا ومواطنة. نعم سهام، وأيضا أضافت اللجنة واصل برنامج التمكين السياسي مسيرته عام 2015 بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالثة التي شهدت زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ 124,279 مواطنا، وذلك بمناسبة زيادة وذلك بمناسبة وصلت زيادة إلى تقريبا 66% مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات 2011. وأضافت طبعا مع انعقاد أولى جلسات المجلس تم إعلان تولي أول امرأة لرئاسة برلمان في العالم العربي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي 16
ثم طبعا جاء بعد ذلك قرار أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله العام الماضي، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف، بما يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة المهم في دفع مسيرة التنمية وحرصها على توظيف طاقات جميع فئات المجتمع لصناعة مستقبل أفضل طبعا تكون فيه دولة، تكون في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم في مختلف المجالات. اليوم طبعا مواضيعنا ايضا مختلفه وجميله، اضافه الى هذا الخبر الرائع اللي وهذا العرس السياسي الذي تشهده دوله الامارات العربيه المتحده، بنروح وياكم مشاهدينا الكرام الى اوائل الصف الثاني عشر لعام 2019-2018. نعم مشاهدينا، وكذلك بنسلط الضوء على نظام بوابات التعرفه المروريه في ابو ظبي، وتفاصيل حول تطبيق ذكي يدرب الحجاج والمعتمرين على اداء المناسك، ومزيد من المفاجات بانتظار الزوار والمقيمين خلال عطله نهايه الاسبوع الاخيره، مفاجآت صيف دبي 2019. وأيضا راح يكون موضوع حول الذكاء الاصطناعي، بما أن الدولة تنهج هذا النهج. نعم. وطبعا تسخر كل الطاقات لتسخير طبعا لخدمة هذا الموضوع. نعم أكيد. وأخيرا مشاهدين، وختامها مسك بيكون مع الشعر النبطي. نعم، والآن بنسير وياكم مشاهدين الكرام لهذا الموضوع، طبعا ختام ورشة سينوغرافيا. نعم. من دورة عناصر العرض المسرحي، كانت طبعا تحت تنظيم إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة في مركز الثقافي بكلباء بإشراف الفنان الكويتي الدكتور فهد المذن. التفاصيل في هذا التقرير. هذا الشباب الشباب المسرحي في نهاية المهرجان ونهاية الورشة، توفيق من رب العالمين أن النتائج يعني أخذت رضا كامل من خاصة من إدارة المركز وكذلك من المتدربين، قدموا مجهودات جبارة خلال الورشة، بدأوا يعملون على فك بعض الأفكار اللي هي تحتاج إلى بعض المواد المختلفة من كلينكس، من فايبر، من ورق، من البلاستيك وغيرها من هذا القبيل. في نهاية الورشة الحمد لله الحمد لله الحمد لله توفيق من رب العالمين أن يعني خدت إيجابيتها من خلال آراء بعض الدكاترة وبعض الفنانين الموجودين. مشارك في ورشة السينوغرافيا لأن أحب أطور من نفسي من ناحية السينوغرافيا. السنة اللي طافت كنت مشارك مع الدكتورة خلود الرشيدي، والسنة مع الدكتور فهد عبد العزيز المذن. وايد وايد استفدت من الورشة لأن فعلا بديت أتطور وايد وايد من ناحية السينوغرافيا، سواء من اختياري للديكور وخيالي كيف يكون في الديكور أو في الإضاءة، حتى علمنا كيف نسوي مسرح مصغر أو مجسم عن الديكور اللي بطبقه في المسرحية نفسها. علمنا وايد أشياء، أبسط الأشياء من فلين صحون بارسل أو أعواد الخشب، سوينا وايد أشياء ووايد مجسمات طلعنا من وراء الورشة، وايد فادنا الصراحة، وأنا بالذات وايد طورت من نفسي من هاي الناحية، وأتمنى كل سنة أشارك عشان أطور أكثر وأكثر. طبعا اليوم اختتمنا من إحدى ورشات المسرح وهي ورشة السينوغرافيا وورشة الإضاءة، كانت بإشراف الدكتور فهد عبد العزيز المذن من دولة الكويت، من المعهد العالي للفنون المسرحية في دولة الكويت. طبعا تعلمنا شلون مداخل الإضاءة وشرح الإضاءة، شرح الإضاءة بتعبير الممثل شنو إحساسه، وهذا يدل من الإضاءة نفسها للمسرح. وبس والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله الورشات الجاية بنستفيد أكثر. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا، لقاء مميز بيكون مع طالب حاصل على المركز الأول على إمارة الفجيرة والمركز السادس على مستوى الدولة في مسار النخبة بنسبة 97.1 من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة. أكيد المزيد من التفاصيل ونرحب معا كلنا بالطالب إبراهيم موسى محمد حسن الدرمكي الحاصل على المركز الأول في إمارة الفجيرة والمركز السادس على مستوى الدولة في المسار مسار النخبة. أهلا وسهلا فيك، نقول لك مبروك أول شيء. مبروك. الله يبارك فيك، تستاهل كل خير. وهذه نتيجة طبعا الجهد والزرع اللي زرعته واليوم أكيد تقطف الثمار. لمن تقدم نجاحك ووصولك لمرحلة الأوائل أول شيء، ولمن تهديه؟ في البداية التوفيق كله من الله عز وجل، فلولا توفيق الله ما كنت وصلت لهذا الشيء أبدا. الحمد لله رب العالمين. وبعد هذا حاب أن يهدي هذا النجاح لأسرتي لأنها دعمتني بشكل كبير من أول خطوة لي في الدراسة. الحمد لله. وكنت دائما أحصل تشجيع منهم. وبعد هذا حاب أن أشكر قادتنا لأن هم كانوا مهتمين بشكل كبير في التعليم. نعم. وخصوصا في السنوات الأخيرة كان في قفزة كبيرة في دولة الإمارات في التعليم. نعم. أكيد، وإحنا نبارك لأسرتك هذا التميز بعد، الله يعطيك العافية. إبراهيم، نسلط الضوء على طريقة كيف أنت قاعد كنت تستغل وقتك في التدريس أو في الدراسة، وأكيد في جانب الدراسة كانت عندك هوايات، نبغى نعلم المشاهد أو الطلبة اللي يتابعون معنا كيف تدير وقتك؟ أي. في البداية أنا يعني واجهت مشكلة كبيرة في هذا الشيء، فكنت من أول ما أرجع من المدرسة أحاول أني أسوي خطة وزمن متوقع أن أخلص هذه الأهداف فيها. جميل. أيوة، جدول. فكنت في أقسم الوقت تقريبا على الدراسة والهوايات وأحيانا مثلا أخذ بريك بشكل كافي. نعم. طبعا أنت تخلصون مدرسة الساعة 3 نقول صح؟ أيوة. هاي 3 لين توصل البيت قول 4. أيوة. هني كيف يبدأ هني التخصيص؟ هذا هو الوقت. في البداية أحاول أني أخذ بريك لأني أنا رجعت ترتاح تنام. أيوة. أخذ قيلولة تقريبا ويعني من بعد هذه أشوف الأشياء اللي عندي مثلا واجبات أو مشاريع أو امتحانات. جميل. رتبها على حسب أهميتها وأحاول أني يعني بين كل فترة أخذ بريك لأن يعني يحفزني أني أبدي بشكل أحسن. نعم. جميل. بالنسبة لي طبعا يعني مثلا الطالب ممكن ما شاء الله يكون شاطر وذكي ويعرف كيف يدير وقته، ولكن التوتر والخوف ربما يشكل عائق جدا في حتى في الاستيعاب. هذا الموضوع كيف تديره؟ موضوع التوتر والخوف، ولازم تكون هادي ومطمئن وانت قاعد تتلقى هاي المعلومات عشان تترسخ في ذهنك. موضوع التوتر انا عانيت منه بشكل كبير. وكنت دائما يعني احاول اسال بدات قاعه الامتحان يعني يمكن تكون ذاكر ومخلص تروح هناك تنسى كل شيء. ايوه صحيح. صح، وايد استويت لي هالشيء، يعني هذا الشيء عانيت منه وايد في بداياتي. وكنت يعني كنت افكر شو يعني اذا انا قبل الامتحان راجعت مراجعه سريعه راح ادخل الامتحان واحل بشكل زين، وحتى يعني لو سهرت قبل الماده يعني بكون واثق وانا داخل الامتحان. وهالشيء يعني تاكدت انا 100% هذا الشيء غلط. غلط. نعم. السهر غلط. ايوه. نعم. وحاولت اني اخذ قسط كافي من الراحه قبل الامتحان. جميل. وقبل الامتحان تقريبا ساعه وساعتين احاول اني اسولف مع ربعي، نحاول ان يعني نبتعد عن قاعه الامتحان. وبالعكس يعني هالشيء فادني بشكل كبير، وكنت يعني لما داخل الامتحان داخل وانا مركز واحل يعني بشكل جدا ممتاز. يعني ما تتاثر في الطلب الموجود يقول الامتحان صعب او الامتحان كذي، انت مالك شغل، ما تتشتت في الامور. احاول قد ما اقدر اني ابتعد عن هالشيء لان انا يعني يعني التوتر اخذه على محمل الجد. نعم. لان اذا انا توترت قبل الامتحان صحيح ما بعرف احل. اذا هاي نقاط مهمه، الواحد ما يسهر ابدا قبل ليله او قبل الامتحان، ما يروح الامتحان وهو سهران. صحيح. صحيح. والتوتر يبعده قدر المستطاع لان راح يضره في النهايه، وايضا عدم استرجاع قبل الامتحان بساعه. يعني في ناس يسترجعون وانه يذاكرون قبل كثير الكتاب من عندهم يعني يعني هذا شيء سلبي صح؟ سلبي اكيد. اذا هذه النصائح اللي تقدمها انت ايضا للمشاهدين. ما شاء الله. جميل جدا. خلينا نتكلم عن تكريم ابو خالد الشيخ محمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لك، وتكريم الشيخ محمد بن حمد الشرقي كذلك، هذا التكريم شو يعني لك؟ طبعا انا كنت فرحان جدا لما سمعت اني انا راح اتكرم من الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. شرف. والشيخ محمد بن حمد الشرقي. نعم.
وكنت يعني جدا فرحان اني انا اشوف قيادتنا الرشيده مهتمه بشكل كبير بالعلم والتعليم في الدوله، وخصوصا ان من بعد التكريم الشيخ محمد بن زايد يعني قال لنا ان احنا يعني املنا فيكم انتم ان انتم توصلوا الامارات وتكون من احسن الدول على حملك المسؤوليه. ايوه نعم. صحيح. وكنت يعني جدا سعيد بهذا الشيء، وكنت ايضا متحمس اني التقي بالشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولكن اعتذرت عن اللقاء لان كنت مرتبط بتكريم الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. نعم. بالنسبه ايضا لمشاركه دور مدرستك طبعا ثانويه التكنولوجيا التطبيقيه في البجيره، كيف ساهمت ايضا في تفوقك انت ووصولك الى ما انت عليه اليوم؟ الصراحة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في البجيرة ساعدتني بشكل كبير، وساعدت كل الطلاب، خصوصا الإدارة كانت يعني جدا مهتمة بالطلاب. نعم. وتخصص يعني وقت لاستماع آراء الطلاب أو أي يعني اقتراحات منهم، وأيضا يعني كانوا يعني لا يكلموا الأساتذة عن المنهج وكيف الطلاب معهم، وايضا الاساتذه يعني ما قصروا معانا ابدا، حتى في اختبارات نمتحنها في ثانويه التكنولوجيا التطبيقيه اللي هي امتحانات الاي بي والسات. نعم. هي امتحانات عالميه وتفيدنا جدا في الجامعه. طبعا هالامتحانات ما تاثر علينا بالنسبه، ولكن الاساتذه يعني ساعدونا فيها لان هي تاثر علينا في الجامعه، واحيانا تطوف عنا كورسات. جميل. نعم. موفق ما شاء الله عليك. اذا تكلمنا عن دروس التقويه، هل هي تساعد الطالب؟ دروس التقوية أنا يعني بشكل صريح أنا ما اعتمدت عليها من صغري لين ما تخرجت، لأن نظرتي لدروس التقوية يعني ممكن تكون مختلفة عن الباقيين. فأنا ما أشوف أنه يعني شيء معقول أن أستاذ مثلا يشرح المادة ساعة. أيوة، ماكسيموم يعني 3 ساعات يشرح منهج لازم يكون متغطي من أشهر. صحيح. ممكن ان التركيز يكون اكثر على الفكره العامه، وهذا الشيء ما راح يفيد الطالب يعني بشكل كبير، لان الامتحان دائما يكون في الديتيلز اللي في الماده، وخصوصا ان الطالب بعد درس التقويه يكون يعني الشيء اللي يقدر عليه انه هو يجتاز الامتحان، يعدي درجه الرسوب. وعلى قدام ان الماده هاي ما بتكون ثابته في مخ الطالب، فالطالب يمكن يطلع من السنه الدراسيه كلها بشهاده فقط وما يكون عنده فهم للماده. جميل. جميل. زملائك والأصدقاء اللي حولك كيف طبعا عبروا عن فرحتهم وفخرهم فيك؟ في البداية قبل ما نتخرج كنا في الامتحانات النهائية، كانوا تقريبا أغلبهم متوقعين أن أكون أحد الأوائل على الدولة. ما شاء الله. ويعني هذا كان يعني دافع أن يعطي في هذا الوقت الأخير أن يعطي أكثر شيء أقدر عليه. وفرحتهم كانت يعني جدا كبيرة لما تم إعلان النتائج، وحتى يعني بعد لقانا بعد التخرج قال لي انه يعني انت رفعت راسي في جيرب هالشيء. الحمد لله رب العالمين، تستاهل كل خير. اكيد. خلينا نتكلم عن المعوقات اللي تصادف الطالب. ما شاء الله عليك يعني انت دخلت مسار النخبه، طبعا هذا مسار النخبه هو المسار الاكبر في التعليم في وزاره التربيه والتعليم، يعني هو المسار النخبه. خلينا نتكلم، هل واجهت معوقات؟ واجهتك صعوبات؟ في البدايه واجهتني وايد صعوبات، لاني انتقلت من النظام العادي الى ثانوية التكنولوجيا التطبيقية. نعم. واللي هي معروفة يعني بنظامها صعب جدا. نعم. وكنت يعني أول شيء ما كنت أنظم وقتي بشكل صح، فكنت أستشير إخواني لأن هم تخرجوا من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية. نعم. واستشرت الأشخاص اللي أكبر مني، وكانت يعني آرائهم تقريبا نفس الشيء، أن تنظيم الوقت هو المفتاح أن عشان تكون ناجح. ما شاء الله. ويعني استمعت لهاي النصيحة و طبقتها في حياتي. ما شاء الله عليك. والحمد لله يعني بهالنصيحه قدرت اوصل لهالمكان. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، تستاهل كل الخير. ومفخورين صراحه بالحوار معه. نعم، نقول لك الف مبروك، وايضا مبين ما شاء الله عليه تميزه باداءه وحواره معانا. شكرا لك طبعا المبدع، وطبعا الفائز بالمركز الاول الحاصل بالمركز الاول على اماره الفجيره والمركز السادس على مستوى الدوله في مسار النخبه، الاستاذ، نقول لك استاذ الحين خلاص، أكيد. ابراهيم موسى محمد حسن الدرمكي، شكرا لك على حضورك معنا، يعطيك العافيه. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ولكن نطلع على هذا الفاصل، بعدها راجعين، خلكم معنا.
حياكم الله مشاهدينا، وإلى موضوع آخر، حيث أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل أن موعد التسجيل الإلكتروني في نظام بوابات التعرفة المرورية في أبوظبي في 30 أغسطس 2019. وكانت الدائرة قد أعلنت عن نظام بوابات التعرفة المرورية وتفعيل 4 بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر 2019. للمزيد معنا عبر الهاتف المهندس إبراهيم الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالإنابة في دائرة النقل في أبوظبي. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا. حياك الله، سعيدين جدا بانضمامك معنا. الله يحفظك. بداية حدثنا عن نظام بوابات التعرفة المرورية. نظام التعرفة المرورية هو أحد السياسات المعتمدة ضمن خطة النقل البري الشامل لمدينة أبوظبي، راح يطبق في 4 بوابات و4 مواقع، جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع. نعم. الرسوم راح تكون عبارة عن درهمين مدى على مدى 24 ساعة طيلة أيام السنة. في ساعات الذروة اللي هي من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، وساعات الذروة المسائية من الساعة 5 حتى 7، ترتفع الرسوم من درهمين إلى 4 دراهم. نعم. جميل. المهندس إبراهيم، هل طريقة تعاملكم مع المركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي مختلف عن الإمارات الأخرى؟ في اختلاف بسيط وليس جوهري. نعم. من ناحية الرسوم يتم التعامل بنفس الرسوم. عملية التسجيل بحكم وجود معلومات دقيقة وشاملة عن جميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي. نعم. تم التسجيل تلقائي. فاليوم المواطن أو المقيم لديه مركبة تحمل لوحات إمارة أبوظبي، نعم، يتم التسجيل بشكل تلقائي أثناء إطلاق البرنامج واللي راح يصادف تاريخ 15/10/2019. نعم. يعني ما يحتاج أنه هو يسجل. لا أبدا، راح يكون تلقائي بسبب توفر جميع المعلومات الشخصية. جميل. أوكي. أما بالنسبة للمركبات التي هي من خارج إمارة أبوظبي، من باب الحرص والتحري دقة المعلومة، هم كذلك أن طال عمرك نسبة قليلة جدا التي تقدم أو تحتاج أنها تسجل بشكل يومي. كثير من المركبات من إمارات أخرى أو دول شقيقة، نعم، قد تكون موجودة في دولة الإمارات ولكن غير محتاجة أنها تدخل جزيرة أبوظبي. نعم. فأصبح اختياري التسجيل، وحجم أو حجم أو عدد المركبات جدا كبير. نعم. فأصبح التسجيل اختياري. المركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي تحمل لوحات من الإمارات الأخرى أو الدول الشقيقة، يمكن لأصحاب المركبات الدخول على موقع دائرة النقل الرسمي. نعم. وفتح حساب بشكل جدا بسيط مشابه لفتح حساب بريد إلكتروني. نعم. ورفع المعلومات الخاصة بالهوية وسجل المركبة. سيتم تفعيل الحساب خلال فترة جدا بسيطة بعد التسجيل، وإخبار مالك المركبة من خلال وسائل التواصل المتاحة من رسائل نصية بأن النظام مفعل، ثم يكون فيه محفظة إلكترونية يستطيع صاحب المركبة أنه يدير الحساب بشكل سلس وسريع دون حاجة أنه لمراكز الخدمة. بعض أصحاب المركبات قد لا يكون عندهم خلينا نقول إمكانية أنهم يتواصلون أو يستخدم الموقع الإلكتروني. نعم. في مراكز الخدمة اللي موجودة في مبنى دائرة النقل الرئيسي وفرع في جزيرة أبوظبي في شارع المرور. نعم. أو مدينة العين أو منطقة الظفرة، مراكز إسعاد المتعاملين راح توفر عملية التسجيل بشكل سلس وبسيط جدا. نعم. شكرا طبعا لهذه المعلومات المهندس إبراهيم الحمود، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالإنابة في دائرة النقل في أبوظبي. شكرا جزيلا لك. العفو يا سيدي. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مرحبا. حياك الله. مشاهدينا الكرام، طبعا خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 بحضور معالي نور بنت محمد الكعبي رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، استعرضت اللجنة آخر مستجداتها حول المراحل الانتخابية المختلفة، كما أكدت على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في التوعية والتثقيف حول انتخابات المجلس في مختلف إمارات الدولة. المزيد في هذا التقرير. تمثيل نسبة المرأة إلى 50%، والذي يأتي بإيمان من قيادة دولة الإمارات وثقتها المطلقة بقدرات طبعا المرأة، وقدرات أيضا كيف أن يكون هناك توافق وتكامل في هذه المرحلة السياسية المهمة.
تمكين المواطن في دولة الإمارات تعزيز مساهمته في صنع القرار هي مسؤولية مهمة جدا ومسؤولية تكمن في التمكين السياسي في البرنامج التمكين السياسي الذي أطرقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني 34 هذا في عام 2005. تبرز هذه الأهمية في دور المجلس الوطني الاتحادي لتحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطنهم وطنهم انطلاقا من فهمهم وقناعتهم بأن لهذا المجلس دور محوري ودوركم أيضا لتوضيح هذا الدور المحوري للمجلس. انتخابات المجلس الوطني في 2019 بتجسد أيضا عمل تطوعي للعملية الانتخابية ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية. المتطوعين أيضا سيكونون جزءا من فهم مفهومية هذا التمكين السياسي. حقيقة المرأة جزء فاعل في المجتمع، مشاركتها في كل مناحي العمل في دولة الإمارات مهم وضروري ولها دور، وهي يعني لا تقل يعني خبرة ولا علما ولا ثقافة عن الرجل، فيجب أن يكون لها دور كبير وتوصل صوت ليس فقط صوت المرأة إنما صوت المواطن بشكل عام للمجلس الوطني ولتحقيق تطلعات المواطنين. طبعا دور الإعلام مهم، دور الإعلام يوصل المعلومة الصحيحة، يوصل المعلومة الصحيحة لعضو الهيئة الانتخابية. اليوم الإعلام لا يقتصر فقط على الإذاعة والتلفزيون، إنما أيضا يشمل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل. كل المؤسسات الإعلامية لديها مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تنتج ولها إنتاج كبير وغزير من خلنا نقول الانفوغرافيكس والفيديوهات والأشياء المقاطع القصيرة اللي توصل رسائل مباشرة وصحيحة وسليمة للناخب وللمرشح أيضا. فترة الترشح طبعا بيتم فيها تلقي طلبات الترشح ولمن يرغب من أعضاء الهيئة الانتخابية واستوفى شروط الترشح، وبتكون من خلال بدايتها في 18 أغسطس وبتكون في لجان الإمارات في كل إمارة. فعلى عضو الهيئة الانتخابية مثلا من إمارة أبوظبي أن يذهب إلى مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتقديم طلبات الترشح. عليه طبعا قبل أن يذهب إلى المقر أن يطلع على كل الأشياء اللي يجب أن يوفرها، ومن ثم يذهب إلى تقديم يعني طلب الترشح. وطلب الترشح طبعا بشكل سهل وسلس، وإن شاء الله يعني نجتاز مرحلة خلنا نقول الترشح، ومن ثم إعلان قوائم الهيئات الانتخابية قوائم المرشحين النهائية، ومن ثم تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية. سيتم الإعلان عن مراكز الانتخاب وأوقات اللي بيفتح فيها المركز الانتخابي في الأيام التصويت المبكر وفي تصويت اليوم الانتخاب الرئيسي. أيضا هناك يومين للتصويت خلال البعثات الدبلوماسية، وسيتم الإعلان عن كل هذه التفاصيل إن شاء الله لاحقا. ما أعتقد أن هناك صعوبات في الحقيقة لتنفيذ العملية الانتخابية في دولة الإمارات. هذا الاستحقاق أو الدورة الرابعة للانتخابات، وهناك دروس مستفادة درستها اللجنة الوطنية ولجنة إدارة الانتخابات خلال المرحلة اللي فاتت، وتم وضع لها جميع الحلول وجميع الإجراءات التي تسهل تنفيذ هذه العملية بطريقة سليمة وسلسة. طبعا واللجنة الوطنية ستتعامل مع أي من هذه الظروف بالطرق المتاحة، وإن شاء الله نتوقع أن تتم العملية بيسر وعدم وجود أي معوقات. المرشح الإماراتي في هذه الدورة يجب أن يقرأ في الحقيقة الهيئات الانتخابية بشكل سليم، ومثل ما أعلنت اللجنة الوطنية عدد الهيئات الانتخابية، الفئات العمرية، المستوى التعليمي، يجب على المرشح الإماراتي أن يبدأ يتعامل مع هذه الفئات بشكل سليم. في هذه السنة أكثر من 100,000 شخص موجود في الهيئات الانتخابية من أعمارهم من 21 إلى 30 سنة، وهذه أرقام يجب أن يتعامل معها المرشح بنوع من القراءة السليمة. وكذلك المرأة ووجود المرأة وقرار صاحب سمو رئيس الدولة في تمثيل المرأة في هذه الانتخابات يجب أن يقرأه ويتعامل معه المرشح بشكل سليم ووفق الأعداد الموجودة في الهيئات الانتخابية.
حياكم الله مشاهدينا. تطبيق ذكي يدرب الحجاج والمعتمرين على أداء المناسك، وذلك بتقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي الذي يدمج عددا من المشاهد الثلاثية الأبعاد والوسائل التعليمية والتوعوية والإرشادية. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع وهذا التطبيق الذكي، نرحب بالمهندس محمد عثمان بلولة، نائب رئيس مركز جامعة عجمان للابتكار. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا وأهلا، حياك الله. سعيد نوركم وسعيد جدا أن أكون معكم اليوم. نحن سعيدين جدا فيك على هذا الابتكار الرائع، والحين طبعا متشوقين نحن نتعرف عليه أكثر، وأيضا المشاهد ودنا يتعرف أكثر. بداية خبرنا ماذا لديك وما هذا الابتكار الجميل والجديد من نوعه؟ هو حقيقة الابتكار نظام لتدريب الحجاج والمعتمرين بتقنية الواقع المعزز، غير مش الواقع الافتراضي، الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. فالحاج أو المعتمر بيقدر يقوم بتدريب فعلي على الحج وعلى مناسك الحج، مثل الطواف، مثل الصفا واللي هو والمروة. الصفا والمروة، فبيقوم بتدريب فعلي في أرض الواقع، في المنزل، في أي مكان، قبل ما يتوجه إلى تنفيذ الفريضة في المملكة العربية السعودية. جميل. فالنظام فيه عدة أجزاء، وطبعا مسوي على أساس أنه يشتغل في التليفون على الهاتف الذكي، وأيضا يعمل على الأجهزة اللوحية الذكية. شوقتنا أكثر، بنتعرف أكثر كيف يكون، يعني كيف مثلا نحن الحين أمامنا مجسم. نعم. الفكرة الأولية أنه النظام يدعم المنشورات، الحين أغلبية الأشياء تتم عن طريق المنشورات أو كتيبات. نعم. توريك الطريقة الصحيحة لأداء الحج والعمرة. فالفكرة أن التطبيق يدعم هذه الكتيبات، مثل هذا كتيب عندنا، كتيب. نعم. للحج والعمرة. نعم، نرفع شوي عشان نراوي المشاهد. هذا كتيب. نعم. للحج والعمرة. طبعا مثلا لو فتحنا هذه الصفحة عندنا الكعبة. فمجرد ما أنت تجي على الكعبة، أوكي، بطريق مثلا تشغيل الموبايل أبليكيشن في التابلت، يعني توجه الكاميرا على هذا. نعم. الكتيب مثل ما تظهر في الكاميرا، أن تظهر لك الكعبة في الأرض الواقع، تقدر تقوم بالطواف حول الكعبة وتشوف الكعبة من كل الجهات، تشوف مثلا الحجر الأسود، كل الأشياء حولك يعني. كأنك موجود. فهذا بيعطيك دافع أنه شو تعرف الفريضة قبل ما تصير تأديها، من وين تبدأ وين تنتهي آلية الطواف. أيضا مغطي عدد من الأشياء، مثلا عندنا هنا في الصفحة الثانية هذه مثلا بالنسبة للإحرام. نعم. فمجرد ما تسويها بالنسبة للإحرام يظهر لك فيديو متكامل عن الآلية الصحيحة أو الطريقة الصحيحة للإحرام، لوضع الإحرام بالضبط. نعم. مثلا هذه عندك الصفا والمروة. نعم. مجرد ما الصورة يظهر لك الصفا والمروة، جبل الصفا، جبل المروة، في الابليكيشن. هي في الابليكيشن فيديو توضيحي، دعاء الصفا، دعاء المروة. جميل. كيف طريقة الحركة، حتى والكعبة بالنسبة لك وين بتكون موجودة في أرض الواقع. هذه اللي هي فرق بين تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي. نعم. الواقع المعزز على هاي النقطة هذه، ما هو الفرق بينهما؟ الواقع المعزز يعني انه يعطيك شيء افتراضي في الواقع الحقيقي. فالكعبة الحين موجودة في الطاولة قدامنا، اوكي. نعم. وكل الشعائر انت تقدر تسويها في المكان اللي انت موجود فيه، لكن الواقع الافتراضي انك بيكون كلك انها لعبة. فانت كل شيء بتسويه في واقع افتراضي 100%. نعم. 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 فهذا الفرق. بالاضافة لاشياء كثيرة، مثلا عندنا هني الحجر الاسود، مجرد ما تصور يظهر لك الحجر الأسود، تعريف عن الحجر الأسود، 3D للحجر الأسود. نعم. فالتطبيق عنده عدد من الأشياء، يغطي معظم الأشياء اللي هي احنا الحاج والمعتمر بيقوم فيها في الحج وفي العمرة. نعم، رائع جدا. جميل. ما هو الوقت المستغرق مثلا لإنجاز هذا التطبيق؟ حقيقة بديت فيه من أواخر سنة 2018، من شهر 10 2018. نعم. ولكن نظرا لأنه كان عندي يعني انشغال وكذا، فخليته اللي هو الفترة القريبة للحج، تقريبا الشهر الأخير هذا تقريبا كان تركيز على أساس أن المشروع يعني فعليا أنه يكون شغال، وأنه يكون شغال بنسختين، نسخة الأندرويد ونسخة الآي أو إس. نعم. جميل. المهندس عثمان، هل هذا التطبيق موجه للمسلمين الجدد ولا للجميع؟ يعني سنويا عندنا ملايين المعتمرين وملايين الحجاج اللي. نعم. بيجوا على المملكة العربية السعودية، وفي بعضهم بيكون ان الاداء الفريضة بيكون له للمرة الاولى. نعم. فبالنسبة له بيكون ان يعني تجربة غريبة بالنسبة له. فهني احنا بنجسد، لان حتى طريقة عرض الكعبة والاشياء. نعم. بيكون بالطريقة القديمة. نعم. حاليا بنشوف عدد كبير من الانشاءات حول الكعبة. صحيح. تمام، يعني انت من الصف والمروة ما تقدر تشوف الكعبة، لا. فهني بنحاول ان نرجع الطريقة
طريقه يعني زمان يعني كيف كانوا في زمن الصحابه وكذا كيف كان الحج والعمره يعني كان كل شيء بتقدر انت تشوف جبل الصفا جبل المروه نعم بنفس نعم الطريقه ممكن انه يكون بالطريقه الحديثه. الشيء الثاني ايضا جزء من المشروع يسهم في دعم السياحه الدينيه بحيث انه مثل ما عندنا اللوحات اللي هي موجوده في اللوحات الإرشادية اللي بتكون موجودة نعم مثلا نعم إلى الحرم إلى المدينة المنورة بمجرد تصويرها أيضا بالهاتف الذكي وهذا اللي هو مدعم بالذكاء الاصطناعي بيعطيك نعم يعني بيعطيك شيء المسار مثلا ممكن الحين بشغله بيعطيك مثل ما شايف هنا بيظهر لك خريطة نعم أوكي إلى المسجد الحرام جميل بصورة ساتلايت وين مكانك وانت أيضا انك كيف محتاج تتحرك مثلا هذه عندنا المدينة المنورة جميل نشوف مع المشاهدين طبعا هل التطبيق موجود في يعني محمل لكل الاجهزه لكل الاجهزه التطبيق شايف هذا على المدينه المنوره جميل رائع جدا فبيظهر لك معلومات اوكي عن يدعم السياحه الدينيه لان الان اصبح توجه المملكه في دعم السياحه الدينيه من اللي هو في رؤيه 2030 فكل اللوحات وكل الكتيبات وكل الاشياء الموجوده حاليا المفروض انها تصير مدعمه بالذكاء الاصطناعي ومدعمه بالتقنيات الحديثه نعم مما يسهم في زياده عدد الحجاج والمعتمرين. نعم رائع جدا، يعني فعلا مثل هذا المشروع في المملكه العربيه السعوديه هاكاثون الحج صحيح يعني يقام واتمنى ان هذا المشروع يعني يوصل هناك ربما اتمنى ان اشارك فيه والاضافه ان شو حتى سويت عدد من اللغات فمثلا عندك هني شايف مجسم الكعبه المفروض نعم ان انت بتليفونك تصور اي شيء في المدينه المنوره او في مكه او في اي مكان في السعوديه يعطيك معلومات عنه نعم فبمجرد تشغيل التطبيق بيعطيك معلومات مثلا اذا صورت الحجر الاسود معلومات عن الحجر يعطيك ايوه معلومات عن الحجر الاسود مثلا هنا بيظهر لك الحجر الاسود 3D وبيظهر لك معلومات عن الحجر الاسود بالاضافه مثلا عندنا هنا في لو صورنا من هنا بيظهر لك معلومات عن الركن اليماني وايضا دعمته بانه يدعم 6 لغات حاليا اللي هي اللغه العربيه اللغه الانجليزيه الاردو اللغه الفرنسيه واللغه الماليزيه بحيث واللغه الصينيه ايضا بحيث انه شو ينتشر لاكبر عدد من المسلمين من المعتمرين والحجاج جميل يعني فعلا انجاز كبير أكيد تشتغل عليه مهندس نود نعرف يعني ايضا كيفيه يعني تدريب بدايه يمكن الواحد اول ما ينزل تطبيق ربما يجهل استخدامه فهل هناك طريقه ميسره مثلا ممكن الواحد يتعلم على التطبيق بسرعه هي الطريقه الاسرع ان شو عشان ما نلغي موضوع المنشورات والكتب اللي تصدر من جهات رسميه في المملكه العربيه السعوديه انه النظام يدعم هذه الكتيبات فبمجرد استخدامك لاي كتيب نعم الكتيب يكون مدعم بالتقنيه الحديثه فبمجرد تصويرك على طول يبدا يعطيك الطريقه الصحيحه يعطيك معلومات يعطيك ادوات سواء فيديو صوت يوجهك للطريقه الصحيحه نعم الحين حاليا لما تبحث عاده اغلبيه الناس بيبحث عن الحج والعمره المعلومات عن الحج والعمره قبل القيام يعني قبل ما يتوجه للمملكه نعم فتجد الكثير من الاختلاف يعني تجد ادعيه مختلفه فنحن الان نبي انه يكون عندنا يعني منبع واحد مصدر موثوق واحد ونستخدم هذا المصدر نعم المهندس عثمان هل هذا التطبيق فقط يخدم الحج والعمره ولا في مواضيع اخرى السياحه مثل ما قلنا السياحه الدينيه نعم نظر للان لأن المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 نعم توجهت إلى موضوع السياحة الدينية فالتطبيق أيضا يدعم ويروج للسياحة الدينية ويروج للمعالم الدينية الموجودة في المملكة نعم نحن شاكرين لك طبعا حضورك معنا وشكرا لك على تفكيرك بهذا المشروع صحيح اللي فعلا راح يخدم طبعا المملكة العربية السعودية ومناسك الحج والعمرة والمسلمين بشكل عام شكرا لك المهندس محمد عثمان بلولة نائب رئيس مركز جامعة عجمان للابتكار شكرا جزيلا عفوا وسعدت انكم اياكم نحن سعد شكرا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين خلكم معنا
حياكم الله مشاهدينا، وإلى إمارة الشارقة حيث مسلط الضوء على المسلخ المتنقل بإمارة الشارقة وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أطلقته بلدية مدينة الشارقة، وتم تجهيز المسلخ بمواد معاد تدويرها وذلك في إدارة النقليات في بلدية الشارقة. وجاء هذا المسلخ تيسيرا على الجمهور واختصارا لوقت والجهد. المزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير. طبعا الفكره كانت ان اول شيء نقوم بتصنيع المسلخ هذا في بلديه مدينه الشارقه، والتحدي الاكبر كان ان نقوم بتصنيع هذا المسلخ من مواد معاد تدويرها. طبعا استخدمنا في هذا المسلخ جميع المواد، تقريبا ما يقارب من 8 الى 90% من المواد اللي في المسلخ هذا مواد معاد تدويرها، للتوعية المجتمع باهميه اعاده التدوير وكيفيه الاستفاده من المواد المعاد تدويرها. حاليا المسلخ هذا يقدم خدمات للجمهور الساكنين اماره مدينه الشارقه. هناك رقم تم وضعه من الاخوان في اداره الصحه، يتم الاتصال عليه سواء كان قبل بيوم او في نفس اليوم. من بعد ذلك تخرج المركبه هذه مع كادر من الاخوان في اداره الصحه، يتكون من قصاب ودكتور وكذلك السائق والعامل الفني. بعد ذلك يتم تحديد الموقع والذهاب الى الموقع هذا، يعني القدره الاستيعابيه للمركبه هذه ما بين ذبيحه الى 10 ذبائح. طبعا الذبائح هي الذبائح الصغيره، يعني عندك الخرفان والماعز. حاليا في التجربه جربنا مثل ما شفتوا حول 10 ذبائح، يعني بعد ما تزود المركبه بالمياه والامور اللازمه لتشغيلها تقريبا تاخذ لك 10 ذبايح من دون ما تحتاج انها ترجع وتقوم بتفريغ المياه الناتجه عن عمليه الذبح. حسب علمي حاليا اللي هو المسلخ هذا اول مسلخ في دوله الامارات العربيه المتحده متنقل، فان شاء الله ندخل فيها جوائز، وبهمتكم انتم الاعلام ان شاء الله انا نوصل الفكره هذه للجميع. بناء على توجيهات سعادة مدير بلدية الشارقة أستاذ ثابت الطريفي، تم تشكيل هذا المكسب المتنقل ليخدم إمارة الشارقة للذهاب للمنازل للحد من ظاهرة العمالة القصابة المتجولة، بتوفير طبيب بيطري وتوفير عدد قصابين مؤهلين يتم الإشراف على الذبح والتقطيع وجميع الاحتياجات. بعد الانتهاء من كل عملية ذبح يتم ارجاع المقصب الى المقصب المركزي ليتم عمليه التغسيل والتعقيم. بالتعاون بين اداره الصحه واداره النقليات تم تشكيل هذا المسلخ. والحد من هذه الظاهره انا يتم كل شيء تحت اشراف الطبيب البيطري. أهلا بكم من جديد. لقد طبعا حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات كبيرة جدا في عقد التسعينيات وبداية القرن 21، حيث استخدم هذا الذكاء في العديد من المجالات. نعم مشاهدين، الذكاء الاصطناعي من أهم المواضيع التقنية التي تشغل العالم كله حاليا، وعند القيام ببحث عن الذكاء الاصطناعي ستظهر الكثير من المقالات والبحوث والتجارب والنظريات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. المزيد من التفاصيل خلونا نرحب بضيفنا في الاستديو استاذ محمد العواد، مدرب في مجال الذكاء الاصطناعي. مرحبا بك نورت البرنامج. مرحبا، اسعد الله مساءكم. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد، حياك الله. بدايه نود تعرف معك ما هو الذكاء الاصطناعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذكاء الاصطناعي طبعا من المصطلحات اللي بدانا نسمعها كثيرا في الفتره الاخيره. نعم. الذكاء الاصطناعي باختصار هو جعل الأشياء من حولنا خاصة الأشياء التقنية تحاكي ذكائنا كبشر. جميل. يعني تفكر مثل ما نفكر وتتصرف مثل ما نتصرف، وأيضا تفكر وتتصرف من تلقاء نفسها. نعم. طالما استطعنا أن نجعل أي شيء سواء كمبيوتر أو روبوت أو أبليكيشن على التليفون أو أي كان يتصرف نفس تصرفاتنا ويفكر بنفس طريقتنا فهو يعتبر ذكاء اصطناعي. نعم. فهذا باختصار أو يعني المفهوم اللي نقدر نقول عنه المفهوم الشعبي المتعارف للذكاء الاصطناعي. هناك طبعا تعريفات تقنية ما نريد ندخل فيها، لكن كل ما كان الشيء يحاكي ذكاء البشر كل ما استطعنا أن نقول عنه ذكاء اصطناعي. جميل. أستاذ محمد، إذا تكلمنا عن مكونات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي طبعا لما نتكلم عنه كعلم
في هناك ما يسمى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي متعددة، منها على سبيل المثال ما يدعى بالإكسبرت سيستم أو النظم الخبيرة. والنظم الخبيرة هي أن نجعل بعض الروبوتات أو بعض الأشياء تقوم محل الخبراء في تخصصهم، يعني مثل الروبوتات التي تقوم بإجراء عمليات جراحية. أو مثال الزميل في الفقرة السابقة المهندس محمد عثمان لما يعني جاب لكم مثال عن شخص أو عن مجسم أو شيء معين يقوم بدور الشخص الذي الدليل في مناسك الحج. فكل شيء يقوم بعمل الخبراء في تخصص معين يسمى اكسبرت سيستم او نظم خبيرة. ايضا عندنا تحليل الصور واستنتاج بعض المعلومات منها. لدينا ايضا من ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما يعرف بالـ NLP اصطلاحا، اللي هو لغات او اللغات الحيه في الذكاء الاصطناعي، انتاج اللغات الحيه وفهم لغات البشر، يعني التواصل بيننا وبين الآلات والأبليكيشن. نعم، ما هي أهمية الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي؟ أقول ولا تزعلون؟ لا أقول ولا نسمع. طيب، الإعلام طبعا مثله مثل القطاعات الأخرى اللي يعني رح يجيها طوفان الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال الآن كل الناس أصبحوا يقرؤون الجرائد من خلال تطبيقات ذكية. نعم. لم يعودوا يقرؤوا الجرائد الورقية مثل ما كانوا في السابق. يقولون بيبون مذيع آلي. صحيح. والخوف إنه يوصل الموضوع لمذيع آلي. هاي فعلًا هاي فكرة طبقت في بعض الدول يعني كتجربة. مذيع الياباني. وشافوها إنه في اليابان أو في الصين. نعم. إنه هاي التجربة قد تكون فعلًا تجدي نفعًا. لكن ما نستغني عنكم بالنهايه. الله يحفظك، جزاك الله خير. هو يفيد في لحظه انه يقول حد يبغى يعتذر. لا انا اتوقع يعني ممكن الواحد يعني في الاخبار مثلا ممكن يقول هذا المذيع، بس بعض البرامج صحيح يبغى لها كاريزما، يبغى لها حوار، يبغى لها احساس. ما لكم غنى عنه. وعليك طيب، جميل جدا، الله يعطيك العافيه. خلينا نتكلم عن استراتيجيه الامارات في الذكاء الاصطناعي. صراحة أجمل شيء إحنا إنه موجودين في الإمارات وقاعدين نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، لأنه هي من أوائل الدول في العالم اللي حطت استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي. مثل ما تعرفون إنه في دولة الإمارات في وزارة اسمها وزارة الذكاء الاصطناعي، وفي مجالس تعنى في إدارة الذكاء الاصطناعي. وطبعا الاستراتيجية ركزت على إنه يكون في أهداف معينة تحقق في عام 2071 لهي مئوية الإمارات، أنه تكون الإمارات يعني أفضل حاضنة للذكاء الاصطناعي وأفضل بيئة استثمارية في الذكاء الاصطناعي. جميل. لكل الشركات. وهذا الشيء صراحة بدأ يحفز الشركات منذ الآن أنه هي تجي تفتح في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام. نعم نعم نعم. اليوم ما شاء الله نحن نشوف يعني اهتمام بالذكاء الاصطناعي، وأيضا حث الطلبة في المدارس نحو هذا يعني هذا الموضوع. كيف ترى يعني الثقافة العامة في المدارس، الطلبة وهم صغار كيف صار تعاملهم الفكري والثقافي مع هذا الموضوع؟ هل تراه يعني ما شاء الله يعني في تقدم أم كيف؟ صحيح، لو لاحظتم بالفترة الأخيرة أصبحنا نرى الأطفال أكثر ذكاء فيما يتعلق بالتقنية. صحيح. يعني حتى أحيانا هم يقومون بأشياء لا يستطيع الكبار القيام. صحيح. بها. وهذا الشيء طبعا شيء رائع جدا. لازم نستغل الذكاء اللي موجود عند الأطفال في جانب التكنولوجيا وننميه، ونستثمر هذا الذكاء في تعليمهم مهارات إضافية، يعني جميل. باستخدام مثلا تقنية الواقع المعزز أو الافتراضي أو غيرها من التقنيات نقدر نوصل للأطفال يعني أفكار جميلة جدا. يعني مثلا بدل ما نتكلم للأطفال عن مثلا غابات أفريقيا، نستطيع أن من خلال الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي أن نحط لهم نظارة 3D وكأنهم يتجولون في حدائق أفريقيا، يرون الحيوانات، يرون النباتات. فهذا الشيء طبعا يعزز من التعليم ويضيف للتعليم قيمة كبيرة جدا. نعم، خلينا نتكلم عن مراحل تطور الذكاء الاصطناعي من الصفر لما وصلنا إليه اليوم. الذكاء الاصطناعي ما هو من العلوم القديمة صراحة. نعم. يعني هو نقدر نقول أنه بدأ من الستينات. نعم. وكان المؤسس الحقيقي يعتبر للذكاء الاصطناعي العالم الأمريكي جون مكارثي، اللي حاول يجمع بين علمين الرياضيات والفلسفة والتكنولوجيا. نعم. مع بعضهم. وبدأ يتطور علم الذكاء الاصطناعي شوي شوي لغاية ما وصلنا الآن إلى روبوتات يعني ذكية لأبعد الحدود. صحيح. تستطيع القيام بالعديد من الأشياء وتحاورنا كما يحاورنا البشر، تستطيع أن تبتسم، وتستطيع أن تحاول أن حتى تقلد مشاعرنا في الحزن وفي الفرح وغيرها من هذه الأمور. الذكاء الاصطناعي طبعا دخل في كثير من مجالات الحياة. يعني لما نقول ذكاء اصطناعي كثير من الناس يذهب ذهنهم فقط للروبوتات. نعم.
الذكاء الاصطناعي احنا الان نستخدم الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الذكية على التليفون مثل جوجل ماب وغيرها من هاي الاشياء والترجمة الفورية، هاي كلها ذكاء اصطناعي. ايضا الروبوتات بحد ذاتها ذكاء اصطناعي. عندنا يعني بعض الأنظمة التعليمية، تعليم اللغات وتعليم بعض الأشياء الأخرى، كلها ذكاء اصطناعي. نعم. فبدأ يتطور. أنا أجزم لكم أنه الذكاء الاصطناعي ما قبل الحلقة هذه وما بعدها يختلف. صحيح. من ناحية التطور، لأن أصبحت الاختراعات يعني متتالية ومتطورة. صحيح. بشكل سريع جدا. أكيد. نعم. في جزء من المجتمع ربما الكبار بالذات يشوفون أن هذا الموضوع طافهم وما يفهمونه، والصغار أفهم منه في الموضوع. مثلاً في أب يقول عيالي يفهمون في هاي الأشياء أكثر مني. صحيح. وربما الأب كمربي أو خلنا نقول الكبار ينحرجون أحياناً، يقعون في إحراجنا الصغير صاير أفهم مني. كيف الواحد يلحق القطار ويثقف نفسه ويعلم ذاته بذاته وأيضاً يكون جزء من هذه المرحلة؟ صراحة يعني مصادر التعلم بما يخص التقنية والذكاء الاصطناعي بشكل عام الحمد لله مصادر مفتوحة وموجودة. يعني لو تدخل للإنترنت حتلقى الكثير من الفيديوهات تتكلم عن شروحات تخص الذكاء الاصطناعي. لو تذهب إلى مثلا بعض الجهات المعنية في التدريب في الدولة تجد أنه الكثير منها تهتم بشكل كبير جدا بما يخص الذكاء الاصطناعي وتثقيف الجمهور والموظفين والآباء والأمهات عن هذا الموضوع. نعم. نعم. ولكن لن يتغلب طبعا الذكاء الاصطناعي على العقل البشري. والله طبعا لا، العقل البشري هو من اخترع الذكاء الاصطناعي. نعم. لكن يظل أن الذكاء الاصطناعي لديه بعض القدرات لا يمتلكها العقل البشري، يعني مثل تخزين واسترجاع معلومات كبيرة. نعم. جدا. نعم. العقل البشري أحيانا ما يستطيع استوعبها، لكن الذكاء الاصطناعي مثلا ما يستطيع أن يشعر بمشاعرنا. أكيد. ولا يستطيع أن يكون مثلا لديه رحمة وشفقة. صحيح. ويكون لديه مثلا حب وكراهية وإلى آخره من هذه الأمور مثل ما هي موجودة عند الإنسان. نعم. نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى أكيد أن لقائنا هذا فاد المشاهدين. فعلا موضوع مهم وواجب على كل أب وأم أنهم هيئون عيالهم لما هو آت، ونحن ما نعرف المستقبل شو يخبي لنا. نسأل الله التوفيق إن شاء الله للجميع. شكرا لك الأستاذ محمد العواد، مدرب في مجال الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، بنسير وياكم لحفل تخرج دورة أصدقاء الدفاع المدني في الدورة السادسة. صباح اليوم طبعا كانت في يوم الخميس بتنظيم من إدارة الدفاع المدني في الفجيرة في مركز الدفاع المدني. نشوف معكم هذا التقرير. اليوم كان عندنا اختتام فعاليات دورة أصدقاء الدفاع المدني السادسة للأطفال وطلاب المدارس، كانت على مدى 3 أسابيع. تعلم فيها الطلاب الكثير من المهارات النظرية والمهارات الميدانية حول أنظمة الوقاية والسلامة وكيفية إخلاء المباني. تم فيها كذلك الزيارات الميدانية لعدة مصانع للتعرف على أنظمة الوقاية وكيفية عملها في حال نشوب الحرائق. كذلك تم تدريب الطلاب على أجهزة التنفس اللي يستخدمها الإطفائي وعمل الإطفائي بشكل عام في حالة الحوادث، وتعرف الطلاب كذلك أن هذا العمل ليس من السهل أن اللي يقوم فيه عمل الإطفائي اليوم عمل شاق وعمل صعب لحماية الأرواح والممتلكات. صراحة اليوم آخر يوم في الدورة، واللي كنا احنا نعدله وكنا مستعدين لهذا اليوم شفناه الحمد لله اليوم. فكانت الدورة في نهايتها كانت مميزة، ما شاء الله الشباب كانوا مميزين ملتزمين. فاحنا نشكر أولياء أمور الطلاب، وأحب أبارك وأهني الطلاب على آخر يوم اليوم، وإن شاء الله أتمنى لهم التوفيق في حياتهم الخاصة وفي دراستهم وفي المستقبل. نتمنى من الطلاب أنهم اللي استفادوا اليوم من الدفاع المدني يفيدهم في المستقبل، ويكون لهم دافع حتى الالتحاق بالدفاع المدني أو الالتحاق بأي دوائر حكومية أخرى. حصلت على المركز الأول في دورة أصدقاء الدفاع المدني،
وحاب أني أشكر المدربين والمشرفين الذين أشرفوا علينا وعلمونا الكثير. من البداية تعلمنا كيفية استخدام الطفاية لين النهاية كيفية التعامل مع الحوادث المتطورة مثل البنايات العالية وكذا، كيفية مساعدة المحاصرين في الداخل والذهاب لنقطة الدخول، وغير عن زيارات الميدانية واللي هي أن نزور منشآت كبيرة مثل منشأة البترول، نعرف كيف هم تعاملوا مع السيفتي يعني مع الأمان، وكيف تعاملوا لا سمح الله سوى حريق أو شيء. بالفعل دورة استفادوا منها الأطفال كثير كثير جدا. أولا كسروا الروتين اللي عندهم، الروتين انكسر. ثانيا شغلوا وقت الفراغ بأشياء مفيدة لهم من حيث تعليم على كيفية الانتقال لمكان الحوادث، إطفاء الحرائق ما شابه ذلك. أنا كان عندي ابني صراحة ما يعرف عن الطفايات أي شيء، جاءنا حل البيت قال لي بابا نبغي طفاية في البيت مكان الفلاني استخدام بهذه الطريقة، بدنا مثلا في هذا المكان طفاية، في هذا المكان بدنا نحطي مثلا بيب ماء احتياط، لأن أخذ فكرة من هذه الدورة. فالدورة عاد عليهم بالنفع واستفادوا كثير كثير جدا جدا استفادوا، والحمد لله على الوضع اللي هم فيه حاليا استفادوا كثير جدا. ثاني كسروا الروتين اللي عندهم وقت الفراغ، إذا الدورة أصبحت دورة مفيدة وتفيدنا احنا كمان كأولياء أمور، ان احنا ممكن نجهل أشياء وممكن افهم في هذه الدورة خضوا عنها فكرة، ممكن ينقلوا هذه الفكرة لنا ولأخوانهم بالبيت. مشاهدينا، يحتل الشعر النبطي مكانة مرموقة في دولة الإمارات، ويتمثل في كونه اللون الأدبي الشعبي الشائع الذي يعبر الناس بواسطته عن مشاعرهم وقضاياهم. للمزيد طبعا حول الشعر النبطي نرحب بالشاعر مهدي محمد الجابري، اللي طبعا اليوم يمتعنا بما لديه من أشعار، وأيضا بنسولف وياه عن الشعر النبطي. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك. طال عمرك. طول في عمرك يا مرحبا. ولم شوفتك طال عمرك. الله يحفظك يا مرحبا. بداية نبغى يعني نتعرف معاك حول الشعر النبطي وكيف أنه شيء مرتبط بالمجتمع الإماراتي والخليجي والعربي قبل ذلك أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مسي عليكم ومسي على المشاهدين. حياك الله. والشعر النبطي يا طويل العمر هو مثل ما قالوا ديوان العرب، الشعر كامل ديوان صحيح. العرب، وتعرف القبائل القديمة كانت تفتخر إذا كان عندهم شاعر. صحيح. إيه. يكون لسانهم هو لسان. أيوة. حتى كانوا يستخدمونه لشد الحروب، لإيقاف الحروب، للصلح، لكل شيء. صحيح. إيه. لأنه هو الشعر النبطي عبارة عن اللغة الدارجة اللي تتعامل بها الشعب. نعم. اللي يتعامل بها الفئة المعينة من الناس. نعم. وتقدر تعبر فيه بأشياء ما تقدر تعبر عنها بالكلام الواقع. صحيح. بالكلام يرسخ في الذهن أكثر. بالضبط. طبعا بالضبط. نعم. وهل الشعر النبطي تشوفه أصعب في كتابته عن الشعر الآخر؟ والله الشعر النبطي أنا أشوفه سهل. ليش؟ لأنه هو عبارة عن اللغة الدارجة. نعم. بس سوي لها قافية وزن. أما الشعر الفصيح مقارنة بالشعر النبطي لا نحو صرف وما أدري، لا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وما أدري ما سوالف. الشعر يميل لأي؟ نعم. الشاعر يميل لأي شيء، لأي شعر نبطي أم الفصيح؟ الشاعر يميل لكل شيء جميل. نعم. الشاعر يميل لكل شيء جميل. نعم. جميل جدا. وفي النهاية كل واحد يمثل لغته. أكيد. وثقافته ومجتمعه، وكل شخص طبعا يعني يبدع في بحره. صحيح. ويتميز في مجاله. بالضبط. اليوم نحن ما شاء الله نشوف طبعا في اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة بالشعر بشكل عام والنوادي الثقافية وأيضا المراكز الثقافية بشكل عام. كيف يعني ترى هذا الاهتمام، وأيضا كيف يساهم في إبداع الشعر واستمراره ووصوله للمجتمع بشكل عام؟ في مقولة للشيخ زايد الله يرحمه، طيب الله ثراه، قال لي ما له حاضر ما له مستقبل. ما له حاضر. نعم. اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. وكانت الجزيرة العربية بشكل عام كلها ماضيهم الشعر النبطي. نعم. يعني أنا لو أطلب منك حاجة أو يعني في قضية بيني وبينك وبين أي قبيلة أو قبيلة ثانية نقدر نعبر عنها بالشعر. نعم. توصل أسرع. أكثر كلامنا كله بالشعر كان. نعم. كان اللغة الدارجة الشعر النبطي. نعم. الحين دخل عليه الشعر نثر وشعر ما أدري شو المصطلحات الجديدة. والله يوفق إن شاء الله الجميع لكل واحد في مجاله. الله يعطيك العافية. نبغى نسمع. أكيد. يا بقول له نبغى نسمع. نبغى نسمع قصيدة.
والله عندي قصيدة كتبتها البارح بمناسبة الدعوة الشريفة هذه، الدعوة اللي تاج على رأسي. الله يحفظك. وعلى فكرة أنا أول مرة أزور إمارة الفجيرة. ما شاء الله. نعم. صراحة أجواء. دوم تكون إن شاء الله زيارة. إيه. لا أول مرة طبعاً، وكل مرة إن شاء الله نزورها. بإذن الله. يقول من بوضة بيشديت خيل المهمات، سرجه قوى في شعر وحروفه. من بوضة بيشديت خيل المهمات، سرجه قوى في شعر وحروف يزاد. يطوي فجاج الأرض وابعد مسافات، لو يرتقي للشمس ذا الخيل ما ناد. دايم يبيض صب وجه صاحبه بالذات، لا جاد دعوة من له الدار تسناد. دار الفجيرة والحصون المنيفات، هم حامين المجد برواح وعتاد. هذا حمد، هذا حمد رب البلد حاضر وآت، هو خير من رام الصعيبات بزناد. فكوا طلاسم صفحة الأزد اللي جات، واللي اسألوا فرس مع الروم في الواد. فكوا طلاسم صفحة الأزد اللي جات، واللي اسألوا فرس مع الروم في الواد. تلقون كل شيء ببرهان وإثبات، أقسم بمن شد البسيطة بالأوتاد. يا شيخ يا شيخ، كثر الهرج يملي سجلات، لكنني شاعر على حرفه أصفاد. أفتح إذا شفت المعاني جزيلات، أو قول يترك سامعه دوم بسهاد. سلام سلام مني يا حمد يوصل بشات، ولا مع بث بشاشات معتاد. يا ليت كل اللي بيننا بس خطوات، لأجيب لك شعر أنت مجده الأحفاد. يا ليت كل اللي بيننا بس خطوات، لأجيب لك شعر تمجده الأحفاد. يرقب سموك فوق ست السماوات، ويعجز سياطين الشعر وأمة الضاد. يرقب سموك فوق ست السماوات، ويعجز سياطين الشعر وأمة الضاد. قول ما هو حبر على بيض صفحات، من أبو محمد ما يجي حول هنقاد. هذه حروفي صغتها في عجلات، ولي الشرف اني لهالدار مرتاد، ولي الشرف اني لهالدار مرتاد. صح بروحك ويستاهل محمد. هذه البارح واذا فيها شيء ولا شيء هذا سموها. صح لسانك ما شاء الله، ابدعت ابدعت ويستاهل صاحب السمو. الله يخليك قليل من قدرك طال عمرك. الله قليل من قدرك. نعم نبغى نرجع شوي بالماضي معك ونذكر البدايات. البدايات الجميلة ولا البدايات الأليمة؟ لا البدايات الجميلة إن شاء الله. الشعر الشعر ما في بدايات أليمة. ما له بدايات. ما له بدايات أليمة. نعم. دائما جميلة إن شاء الله. الشعر بديته يا طويل العمر من مثل ما يقولون من عومة أظافري، كنت متولع بالشعر. بس المشكلة هنا أن أنا طبعا من محافظة حضرموت. نعم. مديرية ساء. نعم. المشكلة أن شو تبغاني أقول لك، ما انتبهت لنفسي يعني، الموهبة موجودة الحمد لله. لكن ما نميتها. لذلك انا الوم نفسي اني انا قصرت في حق نفسي. لكن الجايات ان شاء الله نعوض اللي راح باذن الله. جميل. هل هناك لك مشاركات في امسيات شعريه؟ والله امسيات شعريه شاركت فيها. نعم. وشاركت يا طويلة العمر في شاعر مليون. جميل. الموسم الثامن. جميل. وجازوني بجدار ما شاء الله الدكاتره لجنه التحكيم، ابعث لهم اجمل تحيه. يعني قصرت بعمرك ومع هذا ما شاء الله دخلت بقوه الى شاعر المليون. عشان كذا أقول أنا بعوض الأيام والقادم يكون أجمل إن شاء الله. بإذن الله. وأبشركم الغالب يكون أجمل وكلام أجزل عن هذا إن شاء الله. بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. المواضيع اللي يتناولها الشعر النبطي شو المواضيع؟ غير يا طبعا يعني الموجودة والدارجة، خلنا نقول الجانب الاجتماعي وأيضا النفسي. المواضيع اللي يحاكيها الشعر النبطي. نعم. كل شيء يقدر يحاكيه. أنت تقدر تصير كل شيء بشعر نبطي. نعم. معاناة، غزل، مشاكاة، مجاراة، حالتك النفسية، حالة هجاء، حالة أمة، هجاء، كل شيء تقدر هو طبعا. نعم. ما شاء الله بحر. أيوة تقدر يعني أنت تشكل القصيدة على اللي في خاطرك أنت اللي تبغى تقوله. نعم. إن شاء الله حتى حالة تخيل أن بعض الشعراء الله يبعد عنكم في كل شر عن السامعين يعني على فراش في المستشفى وشيء يشرح معاناته بالشعر النبطي. صحيح. صحيح. يمكن يقول شيء فيها أحسن ما يقوله للدكتور. صحيح. صادق. جميل. الله يبعد عنكم وعن كل شر إن شاء الله. آمين يا رب. إذا تكلمنا عن القصيدة الشعبية وانتشارها الواسع في الجزيرة العربية. القصيدة الشعبية انتشارها في الجزيرة العربية طولت العمر أنا أشبهها كالنار في الهشيم. نعم. إيه. لأنه هو ديوان العرب وديوان الجزيرة العربية. صحيح. بشكل عام بشكل عام بشكل خاص الجزيرة العربية. يعني كله مثل ما قلت سابقا كله بناياتنا على الشعر. نعم. كله كلامنا الدارج اليومي كان شعر وموجود ومحافظين عليه. ايه ومحافظين عليه. لا ويمكن دخلت اشياء عليه الحين طورته. نعم. طلعت بصوره اجمل من بعض المفردات. ايه.
نعم. بالنسبة أيضا اليوم الشاعر ربما بعض الأشياء تلهمه وربما خلنا نقول القصيدة تجبره أن يكتبها، وأحيانا طرف يعني في بعض الشعراء هو يسعى أن مثلا يعصر مخه ويطلع بقصيدة، فأنت من أي نوع؟ هل القصيدة تجبرك أن تكتب أم العكس؟ حديثة الموقف يعني. فأعطيك وجهة نظر أنت، لو حتى ما يعني لو كنت بتذوب الشعر وعطيتك أنا قصيدتين، أنت بتعرف القصيدة اللي أنا أجبرت نفسي أني أكتبها، صح، والقصيدة اللي هي اللي أجبرتني أني هي تكتبها. نعم. إيه؟ يعني لما هي القصيدة تفرض نفسها على الشاعر تكون لها جمالية غير. أصدق. جميل. إيه؟ تكون لها جمالية غير. أما تعصر مخك مثل ما قلت شو بيطلع، يعني تروح تلقط كلمات. جميل. الشعر الهام إذا جاءت هي القصيدة بنفسها ملهمة، بس أنت عليك اللي تحط القلم على الورقة، أحيانا تحس أن القلم هو يمشي لحاله على الورقة. إذن الشاعر مهدي، ما هي القصيدة التي أجبرته على الكتابة؟ نبي نسمعها طبعا. والله أنا قصايدي كلها أجبرني على الكتابة، لو ما أجبرني ما كتبت. القريبة، القريبة منك أكثر، سواء غزلية وطنية. اللي أجبرتني على الكتابة، رسل لي واحد من الشباب مقطع على الواتساب. نعم. صورة طفل كان يحاكي مجموعة كذا من المسؤولين كانوا يتفقدون أحوال الرعية. نعم. وهو طفل، الطفل هذا طويل العمر كان عمره يمكن ما يقارب 8 سنوات أو شيء. نعم. يقول على المسؤول هذا اللي جاهم في سين من الدول العربية. نعم. قال له بنت أخوي صار لها شهرين ما عندها حليب، نحن بنتحمل لكن هذه شو بيحملها، بتتحملها مسكينة ما صار لها شهر. صح. نعم. يعني في هذه الساعة أنا من هالمقطع ماسك التليفون وقاعد أصيح. الله. نعم. يعني شيء ترجمتها يعني على صدور. يعني ترجمتها على قصيدة مش إلا لهالطفل، كل الأطفال اللي يعانون من هالشيء. خلينا نسمعها. يقول ماتت دموع اليتامى في يدين الياسمين، ماتت دموع اليتامى في يدين الياسمين، واختنق حلم الطفولة في كتاب الانتظار، انتحر حتى أملهم في عيون النائمين، كل شيء ظنوه أجمل صار يخشى الاحتضار. البراءة صارت أكبر ذنب في شرع السنين، والظلام مساء يمزق كل بسمات النهار، يا محاجر ملت الدمعة على أكتاف الحنين، يا عباية كسرت صدر الفرح أصبح دمار، يا محاجر ملت الدمعة على أكتاف الحنين، يا عباية كسرت صدر الفرح وأصبح دمار، يا زوايا توهت أقدام كل السايرين، يا نسايم كانت تنقل يوم يكسيها الغبار، يا حروف الشعر أستحلفك لا تزفين، ضمدي كل الجروح اللي تحاول انتشار، كفني كل المآسي في زمن ما به يقين غير في يأس الأماني ثبت عين الصغار، كفني كل المآسي في زمن ما به يقين غير في يأس الأماني ثبت عين الصغار، ادفني بحر الظلام حمام زيتون وتين، اشعلي قاع المحيط بنار تنبت جل نار، جوهرة من فوق راس الهام لازم تأخذين، وزرعي كل الفضاء أحلام حبلى بالثمار، دمدمي كل المهانة فوق رؤوس الطاغين، ما يهاب العاقبة كل من بدرب الرب سار، نمل صاحوا في بعضهم ادخلوا البيت الحصين، نمل يا أمة محمد يا بشر عقل خمار، رجعي عدل الصحابة والعباد الصالحين، احي سنة من توحد من ظلم أمه بغار، آه من صدري غدا بركان من وقت مهين، بس به بذرة أمل الليل يأتيه اندثار، أبشر يا دمعة الأيتام، أبشر يا دمعة الأيتام والحلم الدفين، السنين المقبلة أوعدك يكسيها خضار، أوعدك والوعد الأول وعد رب العالمين، يسر يلحق عسر قبل الطرق يأتيها انفطار، يسر يلحق عسر قبل الطرق يأتيها انفطار. صح لسانك، صح لسانك، أبدعت. كشتوا علينا هالمواجع. الله يحفظك يا رب، يعني فعلا نحن سعدنا جدا بهذا اللقاء وكلمات هذا ما بيكون آخر لقاء بإذن الله. شكرا لك على حضورك معنا الشاعر مهدي محمد الجابري، شكرا جزيلا على الحضور. شكرا مبسوط طال عمرك، أشكر القائمين على هالقناة وأشكر دعوتكم. الله إن شاء الله نكون خفيفين الظل عليك. أبدعت ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم. نقول لكم إجازة سعيدة يا رب. في أمان الله. مع السلامة.